ولاية من ولاية البليدة، حيث كشف والي الولاية بالنيابة خلال إشرافه على عملية تنظيف وادي بن عزة رفقة لجنة وزارية تابعة لوزارة الموارد المائية، بأنه تم تخصيص مبلغ مالي قدره 6 ملايين سنتيم كميزانية أولية من أجل غلق أجزاء من وادي بن عزة التي يقطن بها السكان، وأن عملية التنظيف الوادي متواصلة عبر كامل أودية الولاية. التغطية كانت لعبد العباس. ما كاش خوف، نطمئن المواطن انه ما كاش خوف، ان شاء الله رانا واقفين باش نتعاونوا الجميع، لانه البارح كان لقاء مع المجتمع المدني من جمعيات من ممثلي الاحياء باش نتعاونوا كاملين، لانه مجهودات من طرف الدوله راهي مبذوله، الاغلفه الماليه راهي رصدت، محطات التصفيه تاع بني مراد راهي دخلت في حيز التنفيذ، حيز استغلال بنسبه 20%، راه تدريجيا هذه المحطة راهي تصفي 60% في القريب العاجل. محطة تطهير تاع بوفاريك كذلك راح تدخل حيز الخدمة في أقرب الأجال. بهذه المشاريع الضخمة اللي تكفلت بها الدولة راح نقضي بصفة نهائية، لكن نتوجه المواطنين والمواطنات على مستوى الولاية باش يتعاونوا في إطار نظافة المحيط. كثف